السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هقول رأيي على حدث بعثة التحالف. الحدث فيه مزايا وفيه عيوب. طبعا أول عيب اللي الكل متفق عليه ومحدش يقدر ينكر كده، الموارد. ومفيش تحالف هيقدر يكسب الحدث ده إلا لو معاه موارد، أو اللي هو يعني اللي بيشحنه يعني. واعتقد ان معظم الناس يعني تحالف واحد بس هو اللي سيطر، يعني ان التحالف اللي عند المكان رقم 7 ده هو اللي كان ماسك المكان كله، ما كانش سايب لحد حاجة، اللي هو انت ليك المربع بتاع مقر التحالف بس. واقوى ناس في التحالف دخلوا في اول الحدث، ضربوا كام برج تناوب وخلصوا الحدث الفردي ومشيوا. اصلا دي العتبة الأساسية، بيقولك تربط العتبات الأساسية مناطق مختلفة وما لا يمكن احتلالها إلا من قبل التحالفات التي يقع إقليمها الأصلي في منطقة العتبات في المرحلة الثانية، ولكن يمكن احتلالها من قبل أي تحالف آخر في المرحلة الخامسة. دي ما كانتش باينة قوي، ما كانتش واضحة قوي بصراحة، هما لسه معدلين على فكرة أول ما الحدث ما خلص، ما كانتش مكتوبة كده. انا قلت هي خلاص بقى، هي دي بتاعتنا وثابته. فانا كنت قاعد لغايه المرحله الخامسه من غير درع، وبعد بقى المرحله الخامسه خدوا المكان وحشدوني حشد يعني بصراحه عالم متخلفه. حتى اللي قدامنا المفروض يعملوا تيست الاول وبعد كده يحشدوا، هما حشدوا على طول. حتى الواد عاجبني مشاه وانا مصفوفه مشاه، مشاه على مشاه، مع ان الواد على فكرة فول خرافي وطير لي 3 مليون من 5 مليون. بس انا كده كان كنتش حاطط اساسا ابطال فرسان على الجدار فمش فارقة يعني. فده اللي حصل والجنود كلها راحت. طبعا انا رجعت دول والباقيين بيتعالجوا، ولولا الاربع قلاع اللي هنا دول، الاربع قلاع دول انا مكنتش هرجع الجنود بتاعتي، لان هما اللي ادوني الموارد اصلا، لان انا مش معايا موارد. فهي نقطة الموارد هي اسوأ حاجة، وكان بالنسبة لي الحدث ده هيبقى احسن حدث نزل في اللعبة، لكن بعد نقطة الموارد دي من اسوأ الاحداث. يا باشا ماشي، احنا نعالج طول فترة الحدث بالتسريعات وبالموارد يا سيدي، بس الحدث خلص رجع لي بقى الجنود بتاعتي ماشي. ما مش لازم انا بقى اعالجها برضو بعد نهاية الحدث. دي النقطة الوحيدة اللي مش عاجباني، غير كده بصراحة الحدث جامد. الحدث انت حتى لو مشاركتش فيه، لو طلعت المركز الاخير وانت مشاركتش فيه، اولا هتكسب 300 ألف عملة تحالف. يعني انا كسبت 300 ألف عملة تحالف لان التحالف بتاعي خد المركز مش عارف الاخير اصلا، فانا خدت 300 ألف عملة التحالف، وخدت 1200 الحجر اللي موجود، اللي هو اللي بيجيب لك الجوائز اللي في المتجر ده، غير الحجار اللي انا جمعتها. انا كنت ممكن اجيب البطلة بس انا ما جبتهاش، وجبت الصندوق بتاع القطع بتاعة التطوير المعدات، لان انا عايز اطور المعدات بتاعتي، انا مش عايز البطلة بصراحة، مش هتمني في حاجة لان هي سيد القذائف اصلا. طب ما انا اركز على سيد القذائف واطوره افضل. ف يعني انت تقدر ما تشاركش خالص في الحدث وهتكسب برضو جوائز. انت لو سبت اللعبة اساسا 5 شهور كده ولا حاجة ورجعت والتحالف سابك في سابك في التحالف، انت هتفضل تاخد في الجوائز اصلا طول ما التحالف بس بيسجل. انت التحالف بتاعك لو طلع المركز الاخير هتفضل تاخد في الجوائز، فانت تقدر تاخد في الجوائز من غير ما تشارك. اللعبة بقى نزلت لنا حدث قلب البطاقات عشان تعوضنا، وتلات احداث تانيين اقليم الابداع وحدث تاني. بس الحدث برضو بيعتمد على مش عارف تضرب عشوش وتشتري حاجات وحاجات كتيرة كده. واللعبة فصلت ما شاء الله قدامكم، مع ان الفريمات بتاعتي ثابتة وعلى كمبيوتر يعني مش على تليفون، فدي من اللعبة مش من الكمبيوتر.
شكرا يعني، مش هتكلم مش هتكلم ماشي. دي لو حصلت في حرب انا ضعت. ماشي، بس عامة اللعبة ما بتجلتش ساعة الحروب، هي النت هو اللي بيزعلني يعني. حدث حلو ووحش برضو، بعد الحدث اللعبة ردتني، ادتني العقل المتحور أسطوري من اللي هو المكان بتاع المعدات اللي بيديك كل يوم مش عارف كام حاجة، ادتني العقل المتحور الأسطوري. وفي الحدث بتاع قلب البطاقات خدت 50 صندوق صيد، خدت منه جوهرة أسطورية، فيعني برضو بتحاول ترضيني يعني. تمام، فهو ده كان فيديو النهاردة. أنا قلت رأيي، مش هجامل ولا هعيب، أنا عملت الاتنين ماشي، في مزايا وفي عيوب، لكن لو شالوا نقطة الموارد انا اتفق ان هو هيبقى افضل حدث في اي جي جي. وما تنساش اللايك والاشتراك، ومع السلامة. What the fuck? انا سيد كله يرتعش ضد التفريز، ولا حركه ما فيكم ولا ندي جد، العب فيكم في اللهب لعب ما يمدي ينتبه، تعب لو بيدو منه وضرب برا بعيد وانسحب، صرخات في ذا العالم انا فيها بستلذ، تلطيش امنية تعيش من تفكيكي يا ابني تخسر، مؤقت بس لازم لك تدري استفز، اما انت المعجزه ما تفيدك فراسك خذ الدرس، راسم فيهم اكس تقطيع او تشريح، جوجو بات معقده خليك في ختمك واستريح، في نص ذي المدينه سكونه جاكم حط بصمه مخططات، عرض الحائط بيدي شكلك بدون القصه، عندي اوبشنز تقنيات مالها عد في مجالي، دم جماله اي حد متاثر، لا في نارك ولا بنيزك، مستغرب قدرتي الفك والشق. King of the hell is back, so boom boom boom, everybody fucking down. شوف بالمطبخ رداك, just this destruction right now. King of the hell is back, so boom boom boom, everybody fucking down. شوف بالمطبخ رداك, just this destruction right now. في المجال ما بقي اي ذرة في الهواء، من كم الف سنة وجرائم للسبابة، بس تحضير لا هدومة قبل العصف ضد اللعنات، دايما حاسم المنافسة في الجيجيت، خايفين بحضوري يلزمني فيكم غير ميكومي، خصوص بعيدك الغب الهم جي، خليت لي حماية جسمي وجيت ادوري، متعطش للدم انا ببطش وانهش بكم جسد هش افنش، انفش خوف اتحرك توربي من القوة اللي فيني، ما حد قدر يستهين يا جو وينك، ايش ذا الملل جيب الانفينيتي، ما حد قدر انه يتجاري مع منتاليتي، انا سكونة اسمي ارعبي لانا وادمي، سو سون جحيمكم هنا في مدينتي. King of the hell is back, so boom boom boom, everybody fucking down. شوف المطبخ رداك, just this destruction right now. King of the hell is back, so boom boom boom, everybody fucking down. شوف المطبخ رداك, just this destruction right now. أول ظهور الكل مبهور، عدوي مذعور وحيله مكسور، يا خصمي يثور كالبركان فور، بس راسك عن جسمك حيكون مبتور. غوجو كلي كيف حتشوف النور، غوجو مهما تلف وتدور، دمك مهدور وجهدك منثور، بأضعف تقنية بتنسى الشعور، بهزم بمراحل لعنة خطيرة، محتاج الشرح مهارتي رهيبة، خصوم بالمدح ما تكون بجديرة، لنها بنظرة أقل من ضعيف، لو جاني وكان بكامل استعدادة، وأنا مغطي عيني بصيب إصابات حادة، ولا مرة فيها ظهرت شخصيتي الجادة، رح يفهم كلامي فقط الجارة.
ساري المانجا لمعك النجمة ساتورو تكفي فخامة الاسم اعرف وجود النزال حينحسم فعلا من الاقوى فيهم لا يمكن انهزم ابدا غوجو وجوده تحس بحرارة حوله كل العيون محتارة شعل حماس وشعل لثارة لعنة تداس بقوة جبارة الاقدام بحضور تتبعثر الاقدام عقتاله من يقدر صدق لو تيجي امامه بتخسر فخرب لو ما بدك راسك يتكسر يقاتل وانا العب بعصابة ما يجاروني ولو كانوا عصابة امسح نطاقة لو شيل عن عين العصابة نجا فزعة اصحابة قوته يرفع مهما هو يرفع بتوجه ضربة بتلاقيني خلفك الامل اقطع حياته اقمع معي من المؤكد بتلقى حتفك قتال جوجستو او قتال جسدي اي نزال في التوما لمسه جسدي باسلوبي الملكي اهلا فلكي فيو حتكون لك الحلقة الاخيرة علم تلاميذي نظري وعملي وانا بواجه اللعنات الشريرة اعرف نهايتك اكثر من مريرة كسر ما تنفعها اي جبيرة عني هو ذهبي كله ارتعبي بدون تعبي الكل انجلدي لو وجه حمى ما وجه لي لهبي حضلني واقف شامخ للابدي وصولي الساحة.